قوة عسكرية للتدخل السريع، إنه اقتراح مطروح للنقاش على طاولة وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي. الاجتماع المرتقب اعتيادي، لكن الاقتراح المذكور غير اعتيادي. فبعد عقدين من محاولة سابقة، هناك 14 دولة في الاتحاد اليوم تقترح تأليف قوة عسكرية للتدخل السريع تكون قادرة على التدخل مبكرا في الأزمات الدولية. فهل سيقر الاقتراح في الاجتماع الذي يرأسه مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد جوزيف بوريل، الذي انتقد في السابق التكتل لإحجامه عن التدخل على نحو أكبر في الخارج، ولاسيما في دول مثل ليبيا؟ إضافة إلى فرنسا وألمانيا، إن الدول المشاركة في الاقتراح هي النمسا وبلجيكا وقبرص وتشيكيا واليونان وإيرلندا وإيطاليا ولوكسمبورغ وهولندا والبرتغال وسلوفينيا وإسبانيا. ويقول مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي إن جميعها ترغب في أن تكون القوة مؤلفة من 5000 جندي، ومن الممكن أن تكون مدعومة بسفن وطائرات لتقديم المساعدة للحكومات الأجنبية الديمقراطية التي تحتاج المساعدة العاجلة. بعيدا من القوة العسكرية، كان الاتحاد بفضل قوته الاقتصادية قادرا على تعزيز ما تسمى قوة ناعمة لبسط نفوذه من خلال التجارة والمساعدات، إلى جانب مهمات عسكرية محدودة في مختلف أنحاء العالم. ومن هنا يأتي الاقتراح الجديد في وقت يعتمد فيه الاتحاد في العمل العسكري وعلى نحو تقليدي على حلف شمال الأطلسي بقيادة أمريكا. لكن رؤساء أمريكا وفي مقدمهم دونالد ترامب طالبوا الاتحاد ببذل المزيد من الجهود من أجل أمنه، وهذا ربما ما سيستكمله جو بايدن، ولكن على طريقته الناعمة، الأمر الذي يبرر مخاوف أوروبا بشأن التزامات واشنطن، ولاسيما بعدما سحبت الإدارة السابقة نحو 10,000 جندي أمريكي من ألمانيا العام الماضي.